مستدام ومتوازن. وفي هذا الإطار فإنه من واجبنا جميعاً أن نضع خريطة طريق لتحقيق الأهداف التالية: أولاً، التحكم في الاستهلاك الوطني للطاقة من خلال وضع برنامج للنجاعة متعدد القطاعات مع الحد من تبذير الطاقة. ثانياً، تعميم النجاعة الطاقوية في قطاع السكن والتجهيزات العمومية. ثالثاً، الاستبدال الطاقوي التدريجي فيما يخص المركبات وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. رابعاً، تنمية وتطوير الطاقات المتجددة بكل أشكالها. في مجال الطاقة يجب أن نقف عند معطيات تدركونها جميعاً. الجزائر بلد ينتج حقيقة البترول والغاز، الجزائر بلد غازي أكثر منه بترولي. الانتقال الطاقوي يتطلب مجهودات الجميع، يتطلب من السادة الولاة بإشراف من السيد وزير الداخلية مباشرة أن يقوموا أولاً بالنسبة للإضاءة العمومية بالمبادرة باستعمال المصابيح الذكية وإفادنا شهرياً بمستوى تقدم هذا الإجراء على مستوى كل الولايات، استعمال المصابيح الذكية، مصابيح LED الاقتصادية، وإفادنا بتقدم إنجاز هذه التعليمة شهرياً. فالاستهلاك الطاقوي الحالي بلغ مستويات كبيرة وكبيرة جداً، يجب أن يدفع كل منا إلى التفكير في كيفية اقتصاد الطاقة، في محاربة التبذير، في الاستعمال الفعال للوسائل الذكية المتاحة في مجال الطاقوي.